طيب ايه البراندات بقى؟ احنا هنخلي برضو ايه، احنا هنخلي كلامنا كله هنتكلم في كل النواحي، يعني مش هنتكلم ثيوريتيكال بس، هنتكلم في كل النواحي، بحيث ان شاء الله يبقى الكورس شامل لكل نواحي البريشر، التمبريتشر، الفلو، او ايا كان ايه الحاجه اللي هنشتغل عليها. ايه المنتجات العاليه قوي في موضوع البريشر جيجز ديت؟ اهمهم الفيكا، اشكروفت ووايس وينترز، دول افضل براندات اللي موجوده في السوق بتعامل في ايه، في موضوع الجيجز او ايه المباينات. طيب عايزين بقى نعمل سيلكشن للجيج، عايزين انا دلوقتي مطلوب مني في السايت، انا عايز اوصف مبين هيركب عندي على الخط، مطلوب مني كمهندس عايز اوصف، او انا حتى لما حاجه تتوصف عايز اشوف اذا كانت متوصفه صح ولا لا. في 7 خطوات عشان اعمل سيلكشن للبريشر جيج. اولا لازم اعرف ايه هي البروسيس اللي هيركب عليها، الانفايرمنت، المشاكل الباقيه اللي موجوده في زي الحرارات زي ما قلنا، او الفايبريشن، عايز محتاج اعرف الاكيورسي بتاعه الجهاز، هو يشتغل في حاجه مهمه قوي ولا حاجه ماشي شغال زي مثلا الووتر تريتمنت. البريشر رينج انا عايز اعرف انا محتاج ضغط قد ايه، يعني البروسيس اللي عندي اقصى ضغط فيها قد ايه، انا بشتغل على بروسيس اقصى حاجه فيها 10 بار ولا 100 بار ولا 100 ملي بار عشان اقدر اوصف الجيج بتاعي صح. الدايل سايز، الدايل سايز اللي هو ايه، حجم المبين، يعني احنا ملاحظين دلوقتي الحجم المبين الوش بتاعه كبير قوي، هنا الوش بتاعه صغير، اللي هو حجم المبين قد ايه. الكونكشن دوت المقصود بيه هيركب في نص بوصه، هيركب في ثلاث ارباع بوصه، هيركب في ايه. طيب ايه هي السيفن ستيبس بقى، ناخدهم بالترتيب كده وبالتعمق. اول حاجه الاكيورسي، انا محتاج المبين باكيورسي قد ايه. طبعا واحد يقول لك هاته باكيورسي عاليه جدا، طب ليه اجيبه باكيورسي عاليه جدا؟ طب كل ما ارفع الاكيورسي كل ما الكوست هيزيد، يبقى هجيب الاكيورسي او هختار الاكيورسي بناء على حساسيه البرودكت نفسه. انا لما احط بريشر على بريشر جيج على خط ميه، غير لما احطه على حاجه مثلا وليكن مثلا على غاز طبيعي مثلا. الغاز الطبيعي يهمني ان انا اعرف الضغط كام، ما يحصلش مشاكل، لو حصل ليج ولا حاجه محتاجه اكون عارف الضغط قد ايه، يعني الاكيورسي بناء على البرودكت اللي انا هشتغل عليه. لو قلنا مثلا الاكيورسي بتاعتي انا اختارها 1%، يعني ايه مدلول كلمه الاكيورسي 1%؟ يعني دقه القرايه بتاعه المبين دوت 1%، يعني نسبة الخطأ بلس اور ماينس 1%. يعني لو المبين بتاعي 100 بار ولقيته ضغطت انا 100 بار لقيته جايب 99 بار، الاكيورسي بتاعته مقبولة لان هو ايه 1%. 99 ماشي، 101 ماشي، بلس اور ماينس. طب اكيورسي اختارها ازاي بقى؟ لو انا هجيب تيست جيج، اجيب تيست جيج سواء هجيبه ديجيتال او ميكانيكال، يبقى اجيبه باكيورسي 25 من 100%. ده كان 1%، لا ده 25 من 100، يعني ربع في المية. يعني انا بمعنى اصح لما اجي اجيب ريفرنس كاليبريتور لازم اجيب الاكيورسي بتاعته عالية جدا، عشان خاطر ده انا هعاير بيه اجهزة تانية، فمحتاج ان هو الريفرنس بتاعي يكون عالي جدا طبعا، عشان خاطر ايه هيستخدم في معايرة الاجهزة التانية. من كام بقى؟ 25 من 100%، يعني لو المبين بتاعي 100 بار ولقيته 99 بار يبقى ده غلط، لا يبقى كده 1%، يبقى كده الاكيورسي بتاعته فيها مشكله. الاكيورسي المسموحه كام بقى؟ 25%، يعني كام؟ يعني يقرا لي 99 اللي هو 100 بار، يقرا لي 99.75%، او 100.25، ده المسموح بيه، ده مدلول كلمه الاكيورسي. تمام؟ وطبعا الاكيورسي 25% او 1 من 10، ده في حاله الايه اللي هو الايه الكاليبريتور او التيست جيج. طيب الكريتيكال بروسيس، لو انا عندي، لا انا مش هستخدمه ككاليبريتور بس انا البروسيس اللي عندي كريتيكال، يهمني اعرف الضغط مظبوط قوي، مش عايز اي خطا، يبقى اجيبه لحد 0.5% اكيورسي، يعني الاكيورسي بتاعتي تبقى 0.5%. تمام؟ لو جنرال اندستريال بروسيس، يعني الطبيعي بقى اللي هو السنسيتيفيتي بتاعت الميديا مش عاليه قوي، عادي يعني احطه على ميه، زيت، بخار حتى مش مشكله، يبقى اجيب 1
في المية الاكيورسي، يعني لو هو زي ما قلنا 100 بار، لو قرا 101 شغال، لو قرا 99 بار برضو شغال، الاكيورسي لحد 1% اكيورسي طبعا. طب لو ليس كريتيكال كوميرشال يوزز، يعني مش محتاجه بقى، يعني ايه الموضوع بالنسبه لي البروسيس مش محتاجها قوي ان انا اعرف الموضوع بدقه قوي، يعني ممكن لحد 2%، يعني لو قرا لي 98 وهو 100 عادي، لو قرا لي 102 وهو 100 مش فارقه معايا كتير. تمام. طب ليه مهم الاكيورسي قوي؟ لان كل ما زود الاكيورسي كل ما بزود الفلوس الكوست، يعني مش هجيب، لازم طبعا ابص للاكيورسي، مهمه للكوست ومهمه لحساسيه البرودكت بتاعي عشان ما توفر لي او ما تهدرليش الفلوس او البرودكت. تمام. الدايل سايز زي ما قلنا حجم الموبايل، طب هتفرق معايا في حجم الموبايل؟ يعني هل هي يعني طب عادي اي موبايل ما هيقرا وخلاص طالما بيقرا صح؟ لا، هتفرق، لان انا عندي في اماكن صعب ان انا اوصل لها، يعني مثلا خط كبير عليه مبين من فوق، لو المبين دوت حجمه صغير عشان اقف جنبه وابص مش هشوف القرايه كام، فده لازم اجيب مبين حجمه كبير عشان خاطر هيتحط في مكان بعيد عني، فلما اشوف من بعيد اشوف الايه الارقام بوضوح. يبقى طبعا حجم، يبقى الحجم مهم جدا طبعا. او السبيس، انا هحطه في مكان محدود، يعني المكان نفسه لازم المكان ضيق، فلازم اجيب مبين صغير عشان احطه ينفع يتحط في المكان دوت، عشان ما فيش افيلابل سبيس في الايه في البرودكت او في البرودكشن لاين بتاعي، فلازم ايه يبقى بناء على السبيس اللي محتاجه او المتاح اجيب حجم المبين. تمام. يبقى الحاجتين دول طبعا ايه اخلي بالي منهم، سواء المبين هجيبه كبير او هجيبه ايه او هجيبه صغير. حاجة تانية، المبين الكبير بيديني سماحية ان هو يحط لي ديجيتس كتيرة، او ان هو يحط لي تقسيمة كبيرة، لو وليكن مثلا الشرطة هتبان قوي، يعني لو بتكلم مثلا عن 0 ل 10 بار، يبقى هيحط لي 10 شرط كبيرة وبينهم 10 شرط صغيرة بتبين لي ايه الواحد بار، والواحد بار جوه متقسم كمان اكتر، فالحجم الكبير للمبين بيسمح له ان هو يحط لك ارقام واضحة عشان ايه تشوفها من بعيد وتشوفها بسرعة اوضح. المبيانات بقى من 1.5 انش لحد 10 انش، يعني الوايد رينج في السايزز موجودة يعني. تمام. ده تاني حاجة. تالت حاجة، الجهاز دوت هيركب ازاي؟ هيركب بوصلة من تحت ولا هيركب بوصلة من ورا؟ هتفرق ايه الوصلة من ورا؟ ممكن يكون الجهاز نفسه محطوط في وضع، ده محطوط في وضع فيرتيكال، فمحتاج وصلة من تحت، فاللي جاي من الفني او المهندس اللي جاي يشوف القرايه هيشوف محتاج حاجه واقفه فيرتيكال، او في مكان تاني الموبايل نفسه محطوط هوريزونتال، يعني محطوط افقي، يعني مضطر انا ابص كده عشان خاطر ايه اشوف، فلازم الكونكشن بتاعي اختاره على حسب الافيلابل بليس اللي عندي، هل هيتحط من بوتوم كونكشن ولا باك كونكشن، الباك كونكشن هيتحط في السنتر ولا هيتحط تحت في اللور باك، ولا هيتحط على بانل تمام موجوده عندي بفلانش، يعني على حسب ايه الريكوايرد بليس هختار الايه الكونكشن بتاع الماونتنج بتاع الجيج. طيب، من اهم الحاجات الانفايرمنت، البيئه اللي هيتحط فيها، زي ما قلنا التمبريتشر، الامبيانت تمبريتشر، الانترنال او الميديا تمبريتشر، هركبه على خط ميه ولا على كيميكلز، هحطه هيبقى فيه شوك زي صدمات، هيبقى فيه فايبريشن، المكان اللي هحطه فيه دوت طبعا ايه لازم اكون عارف انا هركبه على ايه. طب هتفرق في ايه؟ هتفرق في الكيس ماتيريال، وهتفرق في الانترنال ماتيريالز، المواد المستخدمه في الكيسنج اللي بره اللي بيتعرض للامبيانت تمبريتشر، والداخلي اللي بيتعرض للايه الانترنال تمبريتشر. الكيس الخارجي فيه بلاستيك، بلاك ستيل، ستانلس ستيل، بولي، البراس دوت اللي هو النحاس، البراس الوي، سبيكه النحاس. الانترنال بقى ماتيريال، ده الكيسنج اللي بره. تمام. الانترنال ماتيريال اللي بتتعرض للميديا دي طبعا لازم متوصفه صح، ده هو بيستخدم الطبيعي العادي مع اير او هيدروليك فلويد زيوت ودرجة حرارتها لحد 60 درجة، يبقى اختار الرخيص، الرخيص اللي هو الايه البراس او النحاس او البراس اللوي. طيب لو انا عندي الميديا الخطرة او هيوصل درجة الحرارة 200 درجة
او انا بتعامل مع مثلا حاجه تعمل لي كروجن، يبقى ما ينفعش استخدم البراس، يبقى البراس دوت هيعمل لي دامج للايه للانترنال كومبوننت، يبقى استخدم ايه، استخدم ستانلس ستيل. يبقى الستانلس ستيل هستخدمه في حاله ان عندي الميديا اللي هتعامل معاها ممكن تسبب لي كروجن، او درجه الحراره بتعلى لحد 200 درجه سليزيوس. البراس بيستخدمه في الحالات الطبيعيه لو انا درجه الحراره عندي توصل ل 60 مفيش مشكله، او انا بتعامل مع الاير والهيدروليك. ده طبعا عشان ده رخيص وده غالي. طيب حاجه تانية، الفيل فلويد اف نيدد. يعني ايه الفيل فلويد؟ لو انا محتاج سائل الجليسرين داخل مبين عشان خاطر يحفظه لي من الاهتزازات. الشكل اللي احنا شايفينه دوت لو انا هتعامل مع مثلا هيفي اويل، هيفي اويل هيخش ازاي يقرا على المبين على طول؟ لا، محتاج يتحط كابيلري. كابيلري دوت ده اللي بيتعرض للمازوت، الدايفروم بيبعت الضغط دوت يوصله للمبين او الانديكيتور او الجيج بتاعي. يبقى ده الانفايرمنت وتاثيرها على اختياري للسلكشن بتاع الايه المبين. طبعا هنتكلم دلوقتي على السلكشن بتاع المبين وقلنا اربع نقط. النقطه الخامسه البروسيس كونكشن سايز، زي ما قلنا هيشتغل على نص بوصه، هيشتغل على ربع بوصه، هيشتغل على ايه بالظبط؟ طبعا عندنا في اللي هو يقول لك ايه 18 بوصه ان بي تي او ربع بوصه ان بي تي. ان بي دوت ان بي تي اختصار ايه؟ ناشونال بايب ثريد، اللي هو ايه ده ستاندرد يو اس ستاندرد ناشونال تكنيكال ستاندرد. طبعا في ستاندردز ثانيه بس ده اشهرهم يعني. يبقى ده برضو ايه هنختار كام بوصه بناء على الخط بتاعي السايز بتاعه قد ايه بتاع الكونكشن اللي هيركب فيه الموبايل. الاكسسوارز بقى اللي ممكن تيجي مع المبين، انا محتاج اكسسوارز تيجي مع المبين، حاجات زياده زي ايه مثلا؟ بوينتر، محتاج بوينتر عشان لو ده حصل فيه مشكله يبقى حاجه عندي ستاند بوي. الويندو ماتيريال، الماتيريال بتاع الشاشه او الديسبلاي اللي قدامي اللي هو الازاز دوت، هاخده اجيبه ازاز، اجيبه بلاستيك، على حسب طبعا ايه اللي انا عايزه. الفيلم ميديا، محتاج يبقى عندي ستورج للفيلم ميديا زي الجليسرين زي ما قلنا من شويه ولا مش محتاج؟ السايفونز دوت ده بقى ده مهم جدا. ايه السايفون دوت؟ الشكل اللي احنا شايفينه دوت بنلاقيه في مبينات كتير لو احنا شغالين في سايت. ايه بقى عباره عن ايه؟ الجزء اللي هو الحرف ال دوت بيبقى فيه سائل او ميه. يعني معنى كده ان السائل اللي هو الميديا ما بيتعرضش مباشر للانترنال كومبوننت للمبين، اللي بيتعرض له تعرض مباشر هو الايه الميه، والسائل دوت بيضغط على الميه ديت يبقى عمل كانه دايفرام سيل. طب بعمله ليه؟ عشان خاطر لو انا عندي مثلا الحرارات مرتفعه هيحصل تشوك في المبين، يحصل مشكله. فالسايفون دوت بيبقى عشان خاطر المبين. لو انا مثلا عندي بخار، الخط فيه بخار، بخار هيخش على الانترنال كيس بتاع المبين هيحصل مشكله، وبحط برضو السايفون دوت عشان البخار هيضغط على الميه والميه تضغط على الانترنال كومبوننت بتاعت المبين، يبقى انا عملت حمايه للانترنال كومبوننت ان هي تتعرض للبخار تعرض مباشر. الكيميكالز ايا كان يبقى ده عباره عن ايه؟ كانه دايفرام سيل. النيدل الفالف ده بلف او محبس عزل عشان لو انا عايز اشيل المبين دوت واستبدله بمبين تاني او انديكيتور تاني، والوحده في الخدمه او الخط في الخدمه هعمل ايه؟ هخرج الوحده او هخرج الخط كله عشان خاطر اشيل مبين حصل فيه مشكله، او انا عايز اعمل تشيك عليه، او انا عايز اعمل كاليبريشن. لا، هحط هنا عزل اللي هو نيدل فالف عشان اعزل مبين واخده المعمل ابتدي اعمل له عمليه ماير، او الدايفرام سيل زي الشكل دوت كده. دايفرام يعني ايه؟ دايفرام يعني ان بتوين، يعني ما بين الميديا وما بين الانترنال كومبوننت للمبين بحط دايفرام لو الميديا دي هتتاثر تاثير مباشر على الانترنال كومبوننت. سابع حاجه اللي هي سابع واخر حاجه اللي هي البريشر رينج. بيجي في بالنا اول ما يقول لك انا عايز مبين احطه على الخط، اقول له المبين ده عايزه كام بار، او الخط دوت الانتاج بتاعه كام بار، يقول الخط دوت باقصى ضغط فيه بيوصل لخمسة بار. يبقى انا اقول له ايه؟ انا هجيب مبين خمسة بار. طبعا الكلام ده غلط. اقصى ضغط هيتحمله المبين او اقصى ضغط هيبقى في الخط خمسة بار، يبقى الخمسة بار هضربها في اتنين يبقى اجيب المبين 10 بار، او اجيب الماكسيموم رينج ما بين 25% ل 75%. يعني وليكن
اقصى ضغط 5 بار، يبقى انا اجيب مبين 10 بار او 12 بار. تمام؟ يبقى الرينج بتاع اللي هو اقصى ضغط للخط يقع ما بين 25% من رينج المبين لحد 75% من رينج المبين. ويفضل طبعا اللي هو ايه، يبقى 50%، يعني ايه اعمل اضربه في 2. لو خط اقصى ضغط في البرودكشن لاين 5 بار، اجيب 10 بار 50%. طيب واحد يقول طب ما انا اعمل، طب ما انا ليه طالما الموضوع كده امان وموضوع الاوفرلود بروتكشن، بدل ما ضغط الخط 5 بار هقوم انا جايب مبين 50 بار، يبقى اضمن ان هو مش هيحصل له اي مشكله. جميل، انت هتجيب 50 بار ومش هيحصل له فعلا مشكله اوفرلود، بس هيحصل له مشكله اكيورسي. لان ال 50 بار لما تيجي انت تتعامل مع 5 بار يبقى هيتعامل في حته صغيره قوي من المبين، فالاكيورسي هتقل، يعني دقه القرايه نفسها هتقل. اللي معمول ل 50 بار ما يتحطش على 5 بار، اللي معمول ل 50 بار يتحط على 25 بار اللي هو الضعف، عشان الاكيورسي لازم اراعي النقطه ديت ان هو 50 يعني او ضعف الضغط الخط اجيب ضعفه المبين، المبين هيجي ضعف الضغط اللي هيقراه. لو انا محتاجه على 5 بار يبقى اجيب 10 بار. تمام؟ هنا 100 بي اس اي 200، يبقى اجيب المبين بتاعي 200 بي اس اي.